اهلا بكم مره ثانيه ويوم الحساب وتاني جلسات محاكمه المعزول محمد مرسي العياط. ويشرفني يكون معايا الاستاذه والكاتبه والشاعره الاستاذه فاطمه نعود. اهلا بيكي. أهلا معايا مشرفاني النهارده. اهلا بيك. كمان ست المستشار طارق نجيده المحامي بالنقد. اهلا بيك ست المستشار. اهلا وسهلا. نبدا بيكي يا استاذه فاطمه. النهارده رؤيتك ل الجلسة الثانية من محاكمة المعزول محمد مرسي العياط وما شابهها من الأحداث، طبعا الشغب والعنف وإثارة الإجرام بتاعهم المعتاد وحرق أو محاولة حرق بعض سيارات الناس حتى في المنطقة المحيطة لمكان المحاكمة، بالإضافة كمان لمحاولات افتعال الازمات اللي حاول اثارتها ابنه اسامه، بالاضافه الى اجرام عدد كبير من المنتمين لهذا التنظيم، بالاضافه الى اصرارهم على اداء صلاه الظهر داخل القفص وهم باقي المتهمين، والى اخره من الاحداث والامور اللي بتحدث في هذه المحاكمات. هم طبعا بيعملوا الحاجات اللي دونت ميكس، يعني حسب برضو فلسفة مرسي. يعني الواحد يعني المورال كود بتاعهم معروف والواحد ما بقاش يندهش منهم. انا في مقال ليا سميتهم اخوان صهيون وليهم يعني خلاص بقوا خدوا القاب كتير جدا ليس من بينها الاخوان المسلمين. يعني الحمد لله ان احنا فكينا هذا الاشتباك. انا من اوائل الناس اللي لما اكون اولى اللي قلت اوعى تحط نعت المسلمين الى الاخوان، لان هذا يشوب الاسلام. فمن بدايه من 2005 كنت بسميهم الاخوان فقط وكذا، والحمد لله اخذوا اللقب الذي يليق بهم وهو الجماعه الارهابيه، مش المحظوره بقى، الارهابيه. صحيح. فعلوا بنا ما لم تفعله اسرائيل، لانه بيضربك يعني اسرائيل. انا قلت يلتقيكي حربنا مع صهيون حرب فارس لفارس في الصدر، يعني يمد سيفه في صدرك أمامك، لكن الطعن من الخلف ومن تحت ده شغل الإخوان فقط. الحقيقة الواحد مضطر للأسف أنه يستدعي المقارنة، مقارنة محاكمة مبارك واسمهم عاملين أسفين يا رئيس، الذين كانوا يعني يؤيدون الرئيس كده بياخدوا كل علقة وعلقة السابق. أنا بأصر أن أقول السابق مش الأسبق، لأن مرسي يعني حقبة في تقديري الخاص هي ساقطة من التاريخ، يجب أن ندرسها ونكرسها في التاريخ من باب الدراسة فقط، باب ستادي كيس. لكن يعني هو يعني لا يليق بأنه يتحط في مدونة في مصر. بنقارن بين انصار هذا وانصار ذاك. انصار مبارك ما كسروش ولا خربوا ولا ولعوا ولا كذا ولا كذا، وصلوا يعني كل عربية شرطة يشوفوها يولعوا، كل عربية جيش، كل نقطة مرور، كل كذا. وفي الاخر عايز لقب مصري، وفي الاخر عايز لقب مؤمن مش هو مسلم، يعني قصدي حاجة لها علاقة بالسماء بصرف النظر عن عقيدته، لان كل العقائد لها كل احترام، فهو لا علاقة له بالسماء ولا علاقة له بهذه الأرض اللي هي أرض مصر يعني. للأسف طبعا. سيادة المستشار، دلوقتي التأجيل 1 فبراير، وطبعا يعني كان مسألة أعتقد كانت متوقعة طبعا، نتيجة إصرار المحكمة، أو من الطبيعي أن يتم عقد الجلسة في حضور المتهمين كلهم، يعني فده مدى قانونيته. هل ممكن مثلا نتيجة حالة الشغب وحالة الفوضى اللي بيعملوها أنصاره أو بعض الموالين ليه، هل ممكن النهاردة مثلا المحكمة تعقد وتتم بدون حضوره، ولا لابد من وجوده ومن حضوره وعدم تغيبه حتى تسير الجلسه بشكلها الطبيعي؟ احنا عايزين بس نوضح ان احنا عندنا 15 متهم من ضمنهم محمد مرسي. محمد مرسي من الجلسه السابقه صدر قرار من المحكمه باحضار جميع المتهمين، يبقى القرار دوت بتاع المحكمه لابد ان ينفذ. النهارده لظروف على حسب ما هو معلن ان هناك ظروف جويه سيئه، لم يستطيع الامن انه ينقل محمد مرسي المتهم الرئيسي في هذه القضيه من سجن برج العرب
من برج العرب بالطائرة الهليكوبتر إلى المحاكمة، وبالتالي المحكمة كانت أصدرت قرار بحضوره. إذن من حق المحكمة إن هي ومن حق المتهم أيضا إنه لا يتم نظر الدعوة بأي حال من الأحوال لغاية لما يتمكن من الحضور أو تصدر المحكمة قرار آخر يتعلق بهذه المسألة. طيب هل يجوز للمحكمة إن هي تنظر الدعوة في غيابه؟ لا يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوة في غيابه ما دام لم يصدر منه ولم يبدر منه أثناء وجوده ما يؤدي إلى هذا الأمر. أقول اللي هو إيه بقى؟ اللي هو إيه؟ ما حدث مثالا يعني مع حازم أبو إسماعيل أنه قد افتعل شغبا داخل المحكمة، لم ينصاع لأوامر المحكمة، كان يعرقل المحاكمة، فاضطرت المحكمة أن تتخذ ضده إجراء قانوني في إدارة الجلسة فأخرجته من القفص، لكن ما أخرجتهوش ودته السجن، وهذا هو الأمر الهام. يكون موجود في المحاكمة لكن لا يكون حاضرا داخل إطار قاعة المحاكمة أو في قفص الاتهام لأنه عمل وارتكب ما يعرقل هذه المحاكمة. إذن المحكمة لا تنظر الدعوة إلا في حضور المتهمين جميعهم ويكونوا داخل وتحت سيطرة المحكمة. في هذه اللحظة المحكمة تقرر إذا استمر زي ما شفنا المرة اللي فاتت الحديث اللي يؤدي إلى العرقلة أو يؤدي إلى بس هو عمل الحاجات دي المرة اللي فاتت يعني هو في الجلسة اللي فاتت صحيح. عمل الكلام ده صحيح. احنا عايزين نقول وقعدوا يسقفوا له جوه ويعملوا الحاجات اللي صحيح. احنا شفناها كلنا المحكمة المرة في الجلسة اللي فاتت أدارت الجلسة بصدر رحب، محكمة يعني محترمة، محكمة تفهم ما معنى انها تكون محكمة محايدة، ما معنى ان القاضي لا يغضب ولا يخرج عن يعني عن اعصابه ولا شعوره، لانه في اذا خرج القاضي عن شعوره او غضب فعليه ان يترك المنصة فورا لانه بيفقد هنا صلاحيته كقاضي. فالمحكمة في الجلسة السابقة يعني كانت محترفة، كانت محايدة للغاية، اديته كل ما هو يريد، اتكلم زي ما هو عايز، سمعته، وفي الاخر أصدرت القرار القانوني المناسب. إذن لو هو كرر الأمر إلى حد أن المحكمة نبهته مرة واثنين وثلاثة إلى أنه يعطل السير في الدعوة، يعرقل المحاكمة، هنا المحكمة من حقها وفقا للقانون أن هي تخرجه خارج القاعة وتباشر القضية وتمارس دورها القضائي في المحاكمة. طيب كده نورت المحكمه برضو لان ايه الجزئيه دي، لان الناس كتير اكيد هتسال طب ليه مثلا ما تتمش الجلسات بدون بقى اللغط وبدون، لانه هو طبعا شيء طبيعي ان هم عايزين يثيروا بلبله، عايزين يثيروا لغط صحيح. عايزين، وده حصل وده اللي حتى اللي خلى المره اللي فاتت الجلسه ما تكونش مذاعه على الهواء. هو للاسف الشديد انه احنا بنعاني من حاله جهل شديد من كثير من الناس اللي يعني للأسف ينتموا إلى هذه الجماعة. هذا الجهل الرهيب اللي بيدخلوه كمان في بغش وتدليس على البسطاء، وبيصوروا لهم ما هو غير قانوني، ويصوروا لهم ما هو غير شرعي، ويصوروا لهم ما هو غير وطني، ويلبسوه ثوب الحقيقة ويلبسوه ثوب الوطنية. احنا عندنا مشكلة ان احنا عايزين نوصل للناس، واحنا اعتقد ان احنا من برنامج الطيب الجميل مع حضرتك والبرامج الاخرى بنحاول نوصل للناس ونبرز لهم الحقائق ونوريهم ان هناك اكاذيب شديدة جدا بتيجي من هذه الجماعة، واحنا بنحط قدامهم الحجج اللي تدل على عكس ذلك. المحاكمة ستجري ستستمر والقانون بيعالج كل هذه الامور. اكيد اكيد طبعا. أستاذة فاطمة، بتشوفي دلوقتي المشهد بتاع خروج البنات المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، بتشوفي النهاردة استخدامهم بهذا الشكل الفج في التخريب وفي التدمير وفي إشعال المشاكل وإشعال الحرائق في كل مكان النهاردة، حتى وإن كان عددهم بسيطة، بس النهاردة المشهد مثلا في جامعة الأزهر وحتى في الشوارع واستخدامهم للمرأة اللي ما كناش بنسمع عنها أي حاجة دي ولا كنا بنشوفها خالص، يعني
الا بس عندما تمثلت ام ايمن وام مش عارف مين بس في مجلس الشعب المهين اللي فات، وكانوا طبعا يعني اسوأ من يمثل المرأة المصرية بكل شكل. انت بتشوفي الحالة دلوقتي ديت، هل هي دي حالة افلاس خلاص، هما مش لاقين اي حاجة يعملوها فخرجوا السيدات المنتمين اليهم وظهروا للناس في شكل البلطجيات اللي بيطلعوا عشان يثيروا مشاكل ويعملوا الشغب والعنف اللي بيحصل في الاماكن اللي بيخرجوا فيها؟ طبعا انا بس عايزه كنت احط يعني كومنت او تساؤل بالنسبه لغياب مرسي النهارده، ليه لم يتم نقله قبل يومين مثلا سيكريتلي بدون ما حد يعرف ونتفاجئ ويتفاجئ الجماعه ويتفاجئ كذا ما موجود، لان اكيد كان في مكان في المحكمه يسمح بانه يبقى يتحفظ عليه قبلها بيومين، وتتفاجئ الناس تتفاجئ. انت بتتعاملي مع لحظه استثنائيه، انت لحظه ارهاب، بتتعاملي مع جماعه استثنائيه في الانحطاط الخلقي والشغب وكراهيه مصر والى اخره، فليه ما يكونش في كمان قرارات استثنائيه في التعامل مع هذا اللون من المتهمين؟ يعني انك ما الطبيعي اللي يجي يومها الصبح ده لو كان عادي، لو كان ناس بتحترم القضاء وعندها عقل، لكن انت بتتعامل مع حد اهواج بلا عقل بيكره مصر، ما عندوش مورال، ما عندوش كود اخلاقي، فلماذا انك لا ترد بقرارات ايضا استثنائيه او تتدخل خارج الصندوق؟ علشان فانا كنت اتمنى انه يجي قبلها بيومين ونتفاجئ احنا كل البشر، يعني كل الناس هو يتم نقله بالليل مثلا اول امبارح ولا امبارح ولا وات ايفر، والناس حصلت ليه موجود في الاوفيس؟ علشان الدنيا متعطله جدا، يعني انت اهو ما جاش نص صح، بس التجمع واقف خالص، التجمع واقف، احنا لا عشان نيجي من بيتي لفينا لفه ضخمه جدا، التجمع واقف والدنيا واقفه والحياه كلها متعطله. هي كانت كده هتبقى واقفه يعني. ماتش ادو على راي شكسبير، ماتش ادو اباوت ناثينج، يعني كل ده عشان ايه؟ يعني هو يعني خرب مصر حرا ومعتقلا، كل ما تيجي سيرته لازم مش معقول، يعني انا يعني اليوم اللي يتعطل فيه الناس بهذا الشكل، لكن هو هيتفاجئ ان يلاقيه في القفص خلاص هيعمله ايه؟ فقضي الامر يعني. موضوع البنات يعني قولي لما انسان الفارس حينما الفارس لا 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 يحتمي بامراه، الفارس يواجه، فهم لانهم اذا كان كبيرهم اللي هو المرشد لابس نقاب، هو حتى هي نفس الفكره نفس شوفي الكونسبت واحد، هو يعلم ان المراه اننا شعب شهم، شعب محترم، شعب المصري شعب يحترم المرأة حتى برغم كل اللي بيحصل، لكن في النهاية يتعامل مع المرأة بشكل مختلف، فلبس امرأة، المرشد بتاعهم لبس امرأة كي يتخفى، فهو يتخفى زيا وراء امرأة، وهم الآن يتخفون فيزيقيا في وراء أولئك البنات، لأنهم عارفين ان احنا في النهاية هيصعب عليهم. أنا أقول أنا من مش انا من الخصوم الشرسين جدا للاخوان من 2005 من ساعه يعني الانتخابات لما خدوا 88 كرسي في البرلمان، وانا بكتب ضدهم، ولكن لما جم البنات دول انا قلت لا ما يتسجنوش وكذا، واتكلمت بمنطق الام بقى وبمنطق ان اولئك فتيات وعدات غضات مهما كانوا اخطائنا نستطيع نستعيدهن الى مصر، الى حاضره مصر عن طريق التهذيب وكذا مش بالسجن. وانهالت علي السيوف طبعا نقد والى اخره، لغايه ما واحد كنت مصره على رايي، لغايه ما واحد نقل الراي قال لي طب لو سمحت شوفي الفيديو، انت بتتكلمي بشكل عام فلسفي لكن شوفي الفيديو، وراني الفيديو وهم بيرشوا الراجل بسبراي وبيغنوا اغاني ما بيقولوهاش السجينات، يعني سجينات اداب، والمشهد حتى وهم ماسكين الورد جوه يعني في القفص وفرحانين ويعني شيء لا يصدق، شيء لا كمان اللي قبلها يعني السبب انهم قبل ما يدخلوا القفص عملوا بذاءات كتير وغنوا اغاني بذيئه وعملوا والراجل سبراي في عينيه ده كان ممكن يعمى، يعني تصرفات غير مسؤوله تنم عن استهتار، فللاسف للاسف كان مكانهم فعلا طبيعي السجن. فالاخوان طبعا ام ايمن اسم السيده نجلاء ام احمد زوجة مرسي قالتها صراحه، هي قالت انا ام المجاهدات، وقالوا لها في الكلام ده كان لوكاله الاناضول، وقالت انا لا يمكن هيجوا يهاجموا امراه، يعني هي تعتمد على ان
عارفة عندنا في الإسلام يقولك إيه سيف الحياء، عيب قوي سيف الحياء ده، يعني إيه؟ أنا أجي أقولك إيه يا صحري حبيبتي الجاكيت ده عجبني، فهتقولي اتفضلي تدوني ده اسمه أنا خدته بسيف الحياء، حرام كأني سرقته. فأنت بتعتمدي كمان على أني حيائي هيمنعني أن أنا أهاجم امرأة، لكن تخربي زي ما أنت عايزة بما أنك امرأة وأنا أسكت بما أني شهم، هذا اسمه سيف الحياء، هذا من أحط السيوف التي تستخدم في الحياة. وإحنا في المجتمعات المتحضرة اللي القانون هو السيد بلايند، رغم أن إحنا اللي عندنا ماعت ربة العدل في الميثولوجي القديمة المصرية هي اللي كانت عمياء ربطة، يعني عصابة، يعني لا ترى امرأة رجلا شيخا، من أخطأ يعاقب. لكن للأسف اللي بيطبقها الغرب، الغرب هو الذي لا يميز بين ابن الرئيس وابن مثلا، فاهمة ازاي؟ فهو هو اللي عندهم العصابة دي، لكن احنا نقول ده ست ده زي ما كده تيجي بنت تتحرش بيه، واحد ولد يتحرش بيها في المترو، فتيجي تمسكه عشان مستنيه بقى تقبض عليه خلاص، يقوم يقول لها هي ستي سيبي وتضيع مستقبله، سيبي سيبي مدام مش عارفة كذا. انت عندك سياسة سياسة المعلش وسياسة البنت وسيبك منها مش عارفة كذا، هم يعتمدون على هذا لانهم لا اخلاق لهم. وانا يعني من فتره اول ما بقيتش اقول ما بلاش اقول مسلمين، هم ما لهمش علاقه بالسماء اصلا، فماذا تنتظرين من اولئك يعني؟ صحيح، لا عجب. صحيح. سيادة المستشار، النهارده كمان المشهد اما نشوف اعداد من هيئه الدفاع عن المعزول محمد مرسي العياط، واللي طبعا اللي كان موجود يعني رئيس هيئه الدفاع سليم العوه، بالاضافه الى محمد توسن، بالاضافه الى منتصر الزيات، اسامه الحلو، عاطف شاب الى اخره، وكمان اربع محامين دوليين منهم محامي امريكي ومحامي بريطاني. بالرغم من كل التصريحات ده اتكلمنا حتى عليه في الفقره الاولانيه، ان هو لم يوكل احد حتى الان وان هو ليس بمتهم، وهو والى اخر الهرتله اللي احنا بنسمعها كل شويه. لكن يعني من هؤلاء اذا كان هو لم يوكل احد، واذا كان لا يعترف بالمحاكمه ولا باي شيء، فمن هؤلاء؟ وطبعا يعني محمد سليم العوه يعني احد من المحسوبين على هذا التيار يعني، او المنتمين ليهم يعني. طيب. وطبعا معظمهم يعني وان كان كلهم يعني، بس بقى في بقى الجماعه الاسلاميه والجماعه، وانت عارف طبعا يعني. طب قبل ما اجاوب على السؤال ده يعني، هل تسمحي لي بس ليس تعليقا على الاستاذه فاطمه، لكن هو ايضاح لامر هام من موقعك كرجل قانون. مصر دولة، والدولة تعمل دائما في العلن وبشفافية وتطبق القانون بوضوح شديد في مواجهة خفافيش الظلام. ولا يمكن لدولة اللي أنا متأكد لحضرتك يعني بتعلي قيمتها إن هي تنزل لمستوى طيور الظلام وخفافيش الظلام إنها تجيب تسرق المتهم اللي هي تحت إيديها، متهم مرسي تحت ايديها، تسرقه وتجيبه يومين بدري في الخفاء. هو علشان هو ما يجي يومين بدري معناه ان هو سرقه. ليه بقى؟ لانه من المعلوم في المحاكمات ان المتهمين بيكونوا في حوزه المحكمه، هي التي تتحكم في مصيرهم ووجودهم موجود في المحكمه الفلانيه او في السجن الفلاني. المحكمه بتصدر قرارها وينتهي الامر للجلسه التي اجلت اليها. في الفترة البينية هذه فترة تنفيذ قرار المحكمة. يعني لا يجوز انه مصلحة السجون تخالف هذا الامر، ما ينفعش. يعني عارف انا مقدر أيضا. انا مقدر يعني. هذا، لكن انا بابرز امر هام انه الدولة قوية. حضرتك تعرفي ان الدولة قوية، وانا سمعت حضرتك في كثير من المرات بتعلي شأن هذه الدولة. طيور الظلام الخفافيش لن يجبروا الدولة على ما جاش النهارده، ما جاش لانه الظروف. والله ريحنا عشان بس الظروف. والله ريحنا يعني. هو هل الطيارات بتاعت اسوان وقفت والاقصر وقفت والطيارات اتعطلت؟ لا، الانتقال بالهليكوبتر له ظروف خاصه غير الطائرات العاديه.
وهي تقديرات أمنية لأن المحافظة على سلامة على سلامة المتهم محمد مرسي يعني أمر هو غالي علينا جدا علينا احنا كلنا لا لا غالي علينا لا لا غالي, غالي, غالي كمتهم يحوز طبعًا معلومات طبعًا مش حياته غالية علينا أكثر من منهم هم عايزين يقتلوه هم عايزين يقتلوه هذه نقطة. النقطة الثانية المتعلقة بمسألة المرأة الحقيقة أنها المرأة عندهم منذ جنازة حسن البنا كانت هي اللي بتشيل حسن البنا هي شالت وهي اللي كانت بتقود هذه الجنازة وتوارى الرجال فهذا الأمر يعني معروف عنهم بس ليس إعلان لشأن المرأة ولكنها أداة طول يعني طبعا هو ليس إعلان لشأن المرأة لأن الرجل أيضا ليس له شأن في الجماعة بدليل أنه في حاجة اسمها السمع والطاعة ماريونيت هم عرائس هذا الأمر مسألة المحامين المحامين اللي بيحضروا وبياخدوا تصاريح حضور على اسم المتهمين الاخرين احنا عندنا زي ما قلنا 15 متهم من ضمنهم مرسي فكل المحامين بيجوا حاضرين مع فريق الدفاع حاضر مع بقية المحامين بالكامل وبالتالي عندهم تصاريح حضور عن العريان عن بلتاجي عن كذا الفريق اللي لم يعلن عنه حتى الان انه فريق مرسي بقيادة سليم العوة هذا هو الفريق موجود بهذه الصفة صفتهم محامين عن باقي المتهمين لكن لم يعلن حتى الآن ان هم محامين مرسي لانه جلسة فاتت لو تتذكري حضرتك والسادة المشاهدين انه توجه اليه سليم العوة على القفص وطلب منه ان يصرح له بان يعلن انه يقبل وكالته فرفض هذا الامر وقال انا ماليش محامي حتى لا هو اللي انا فاكراه كمان ان هو سليم العوة قال للقاضي ان هو موكل للدفاع عنه فبعد ما سمع يعني او ترك سليم العوة يكمل وبعدين هو يعني ما ردش قال له اما اسمع هيقول ايه يعني هو لم ينفي ولم يقرر ولم يصرح بالوكالة وسليم العوة راح له يطلب منه الوكالة وكان هذا الامر على المسرحية المسرحية انتهى الامر انه يعني لم تنتهي المحكمة الى قرار واضح من المتهم باتخاذه سليم العوة او خلافه محاميا عنه في هذه المحاكمة طب ولما راح له محمد الضماطي في احد زياراته وخرج بيان يعني جه برضه وصرح ببيان من المعزول محمد مرسي انه باعتباره طبعا الكلام الفارغ اللي كلنا برضه شوف حضرتك احنا عايزين هل ده ما كانش بيعبر عن انه برضه يعني احد واضح انه ما كانش اللي بيدافعوا عنه برضه لا واضح انه حتى هذه اللحظة هذه الجماعة بتمارس دورها اللي احنا عارفينه اللي هو التصريح والنفي في آن واحد تصرح وتنفي هذا الامر معروف عنها فاذا الجماعة اللي بيروحوا يزوروا بيروحوش علشان ياخدوا وكالة مرسي لانه الزيارة اللي حصلت في اول مرة يعني حسب ما احنا كلنا شفنا جم بتعليمات واشارات وشفرات طلعت في المؤتمر الصحفي اللي عقد و ترتب عليها ظروف أمنية معينة كلنا شفناها علشان كده مرسي حتى الآن ليس له محامي وبالتالي بيتم رفض أي زيارة له احنا عايزين اللي يروح يزوره يكون محامي فهذا الأمر يعني حتى الآن إلى أن يقرر أن له محاميا أو تقرر المحكمة ندب محامي حسب القانون الإجراءات الجنائية لكن لا يجوز الكلام على أنه هو بيدافع عن نفسه لا 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 لازم يكون محامي لازم هذه جناية ولا يجوز للمتهم أن يدافع عن نفسه لابد أن يحضر طب ما نسيبه يدافع ما ينفعش يا فندم ما احنا مش هنسيب احنا الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية بيفرض ودستور كمان بيفرض وده هيبقى بقى في الجناية يعني عشان اعرف ان ممكن المتهم اذا كان هو اكثر يعني مفوها اكثر من المحامي لازم حضور المحامي والد الاستاذه فاطمه في فيلم الاستاذه فاطمه وعلى كل حال يعني طبعا في 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 مواد الجنايات لا يجوز للمتهم ان يدافع عن نفسه لازم يكون حاضر معه محامي ويدافع عنه وفي تفاصيل اخرى انه كمان المحكمه ما بتقدرش تستجوب المتهم الا اذا وافق محاميه يعني المتهم ممكن يوافق هذه ضمانات عظيمه جدا المتهم ممكن يوافق ويقبل انه يتم استجوابه اسالني حضره القاضي المحامي يقول له لا
محامي اذا رفض لان هو اوعى منه واقدر على تقدير موقفه القانوني. لكن من الممكن المحامي يقول له اتفضل. طب ولو المتهم دارس قانون وله درايه يعني طبعا المحكمه قد تعطيه الحق في انه يقول، بس بشرط موافقه محاميه. لابد ما دام في محامي موجود في الجنايه يبقى هذا المحامي هو المسؤول عن سلامه موقف المتهم والدفاع بالكامل عنه، ولا يجوز لأحد أنه يفصل بينه وبين المتهم أو يقود دور المحامي في هذا الشأن. بس سوفر بالنسبة للكلام اللي اتقال في جريدة الوطن ان قيل ان هو قال رفض، انا رافض تماما لان انا عندي مفاجآت هفجرها في البتاع، وقعد الايام اللي فاتت يكتب ليست باسماء الناس اللي هيتم استدعائهم، منهم عنان ومنهم السيسي ومنهم كذا، ان هم دول يعني متورطين في قضايا. ورافض ان هو يعني يوكل محاميا يعني. ف ما هو ده يعني هو ده هي ده حاله الجهل. دي حاله الجهل، عشان كده بنقول نسيبه هو يعني حضرتك تحدثي يعني حضرتك تحدثت مثلا هو رايح يا دي الرئيس الاسبق او السابق او اللي انا بسميه الرئيس المخلوع حسني مبارك كان اكثر وعيا هو ومحامي. هو في زي الديب في العالم كله ده، هو ديب واحد في العالم كله. لا لا يعني طبعا هو يعني الحقيقة طبعاً الحقيقة هو الأستاذ فريد طبعا قامة كبيرة، لكن يعني هو تربى في وسط قضائي عريق وفي وسط محامين. لا راجل شديد الذكاء يعني. فالحقيقة انه الحقيقة انه المحاكمة كانت محاكمة فيها احترام للدولة، احترام لسيادة القانون. ده لا ينال ان هناك ثورة قامت على مبارك وعزلته وخلعته وانه كان رجل فاسد بين انصار مبارك وبين المحاكمة، لكن كان في القفص يحترم القانون. صحيح. ويحترم هذه من الدولة أول يعني من أول لحظة ويحترم محاميه، لانه يعني لو اذكر حضراتكم انه في الجلسه الاخيره المحكمه سمحت لكل المتهمين بالمخلوع وابنائه والعدلي والاخرين انهم يتحدثوا بعد ان وافق المحامين على هذا الامر، الا الرئيس المخلوع قال لا انا مش هتكلم وبكتفي بمرافعه المحامي بتاعي. اذا هناك وده كان فعلا زي ما حضرتك بتقول ان ده كان يعني امور فيها احترام كبير جدا لهيئه القضاء وللمحكمه يعني طبعا. الحقيقه طبعا. الواحد لازم يقول الحقيقه طبعا ما اقدرش يعني لا تزر وزيره الوزراء بالظبط، مفيش وجه مقارنه بين طبعا. هؤلاء وهؤلاء طبعا. يعني طبعا. اي حاجه بعيدا عن الاخوان بتبقى فيها اخلاق. انا يمكن الحقيقه من امبارح وبجد يعني ما مفروسه يعني، يمكن هو موضوع خارج شويه عن السياق المحاكمه والكلام ده، ولكن اكيد حضراتكم قريتوا الرساله اللي بيوجهها الى الشعب هشام قنديل رئيس وزراء المعزول محمد مرسي العياط، وهو بيقول طبعا فيها ان انا لست اخوانيا ولم اخن وطني قط. حضرتك قريتها طبعا، كمان انت قريتيها ما قريتيهاش؟ طب ارجوكي تقريها يعني، انا مش هقراها، بس انا بطالب الناس كلها الحقيقه اللي ما قريتهاش ان هي تقراها، وده مش عشان يعني يعني كل واحد فينا يقرا اللي مكتوب فيها واللي هو لقطتها ايه بيتبرأ لا هو يعني طبعا هو بيدافع عن نفسه ويعني بيبرأ ساحته وبيأكد انه وبيتكلم طبعا عن ان هو ما ينفعش حد يتهمه بالخيانه، وبيقول ان هو الراجل اتخرج منين وحصل على درجات علميه واشتغل والحاجات ديت ولكن يمكن عشان بقى حضرتك كمان انت قريت فهتلاقي بقى برضو الكلام وطول الوقت وهو بيتكلم بيصدق على كلامه بآيات قرآنية، وما اعتقدش ان ده كان يعني يعني نفس صبغة الكلام بالدين او المتاجرة بالدين او التعامل يعني كده. انت بتتكلم بالظبط يعني انت بتتكلم في امور ما تحطش القرآن وقدسته في الكلام دوت، بالاضافة طبعا ان كلها يعني كله كلام ومغالطات، وبيؤكد انه لا ينتمي الى جماعة الاخوان وانه جاء بموجب خبراته وكفاءاته يعني كفاءاته ولا اعلم اين كفاءاته، حتى اللي هو
قالها وسجلها بنفسه. دي وعيتها منين؟ من يعني من سجنه؟ هذه هو طلب نشر هذه الرسالة وهذه الرسالة إلى الشعب المصري في حالة القبض عليه، وكأن ما تم في حالة القبض عليه. وهو طبعا القبض عليه ده بموجب يعني ده لسه ما اتفتحش حتى ملفه، هل هو يعني ما ارتكب من افعال وقت ما كان رئيس وزراء الاخوان في مصر. ولكن هو طبعا بيؤكد وبينفي عن نفسه تماما شبهة انه ينتمي الى هذا التنظيم، بالرغم ان هو تم القبض عليه وهو بيحاول الهرب الى السودان برفقة يعني برفقة اخوان قياديين من تنظيم الاخوان، قياديين مش مجرد حتى ناس تنتمي، لا يعني قياديين في تنظيم الاخوان الارهابي. بالاضافة ان الحكم اللي هو المفروض اللي هو صادر ضده برضو اللي هو بموجب هذا الحكم يعني مطلوب القبض عليه، ده حكم صادر لشركة الكتان مش كده؟ نعم. وده بسبب انه هو اثناء وظيفته انه لم ينفذ هذا الحكم اللي كان صادر لصالح شركة الكتان. امور الحقيقة يعني فعلا لازم الناس تقرأ ما جاء في هذا في هذه. اكيد حضرتك ليك تعقيب، يعني انت قريت واكيد ليك تعقيب. شوفي انا عايز اسمعه. شوفي اولا يعني اذا صدقنا قنديل انه ما ينتميش لجماعة الاخوان يبقى انا بقى اللي بنتمي، يبقى انا اللي بنتمي. فالمصدق المرشد العام اللي قال انا ماليش دعوه بالاخوان ايضا حينما قبض عليه، وصفت حجاز المرشد قال كده في اول ما قبض عليه قال انا ماليش علاقه لا صفت حجاز بس المرشد كمان المرشد قال انا ماليش علاقه بجماعه الاخوان المسلمين ولا لي علاقه ولا بكل الحاجات اللي يعني يعني فهذا الامر يعني معروف عند الجماعه، احنا مش اعضاء جماعه لانه طبعا هم عارفين جيدا ان هذه الجماعه محظورة وغير شرعية، وانه لما يصدر قرار بانها جماعة ارهابية هذا القرار الذي تراخى كثيرا حتى صدر، دول هيبقوا يقعوا تحت يعني طائلة قانون العقوبات اللي يصل العقوبة فيها من السجن الى الاعدام اذا كان يترتب على الاعمال الارهابية قتل كما حدث الان. اذا فيعني مسألة انكاره انه اخوان ولا مش اخوان فدي من ادبيات هذه الجماعة يعني اللي احنا عارفينها اكاذيب هذه دي الجماعة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انا لا افهم رئيس وزراء لمصر قعد على الكرسي ده لمدة سنة، وقبلها كان وزير للرأي، وقبلها كان عضو لجنة سياسات في الحزب الوطني. هذا الشخص بهذه يعني المكانة العظيمة يتسلل عبر الحدود الى دولة السودان، بيتسلل هاربا، هارب من حكم مشين في حق رئيس وزراء انه لا ينفذ حكم، مش بينفذ حكم بقى لواحد هيترقى في وظيفه ولا تعويض، لا ده استرداد يعني منشأة مصنع من المصانع اللي تم بيعها وخصخصتها ايام وعصر الفساد ايام المخلوع وايام ما كان هو عضو لجنه سياسات في الحزب الوطني. اذا هذا الشخص بهذه المكانه ما كان يجب عليه ان يهرب، بالعكس لو كان فارسا زي ما الاستاذ وخلي بالك بقى كمان بقى الفروسيه شكلها ايه ده هو يقدم نفسه ويتفضلوا نفذوا عليا هذا لو كان حالق دقنه بقى برضه ومتخفي ومغير بقى ومغير الملابس والحاجات اللي بيعملوها ديت تعمل دوجلاس وناس تشيل خالص وحاجات غريبه. هذا جانب غايه في الاهميه ان احنا نقول كيف اصدق هذا الشخص والعنوان بتاعه بهذا الامر انه ينكر انتمائه. طب بتنكر انتمائك لكرسي وزارة مصر وتتعامل مع كرسي وزارة مصر بطريقة الجفان الذين يهربون من المطاردة؟ هذا أمر غير مقبول. مسألة أنه يدفع عن نفسه عن الخيانة، أنت كنت رئيسا لوزراء مصر حينما تقع وقت أن وقعت الخيانة الوطنية بكل معاييرها وبكل مواصفاتها. خيانة مصر التي وقعت لم تقع فقط على مقدرات مصر في المشروعات
التي وقعت في سيناء لاستقطاع 40% من أرض سيناء لم تقع فقط على هذا المشروع الذي يقال عنه صكوك الإسلامية، لم يقع فقط على أخوانة الإدارات وأخوانة الوزارات وأخوانة المحليات بما يخالف الدستور ويخالف حقوق الفقراء أصحاب الحق. هذه الخيانات التي وقعت لمصر وأنت رئيس وزارة، يا رجل عليك أن تراجع نفسك، يعني توب إلى الله. وفين أحداث بدل ما أنت بتستخدم آيات قرآنية علشان تثبت أنك لم ترتكب في حق مصر هذه الخيانات، توب إلى الله، أخرج إلى الشعب برسالة تتوب فيها إلى الله وتعلن أن أنت تطلب منهم السماح وتتنصل من هذه الجماعة التي وصلت بك إلى هذا الأمر، إلى هذا الكرسي، فخنت الأمانة والعهد. أنت كنت رئيس وزراء لجماعة الإخوان الإرهابية ولم تكن رئيسا لوزراء مصر. وكان فين هو لما حصلت أحداث الاتحادية والناس يعني اللي نعم اللي مات دم. مات واللي نعم. واللي اتصاب واللي اتصاب كمان يعني مازال النهارده اصابات، ده في ناس عندها حالات يعني اصابات، ربنا يعني يحفظ الناس كلها، عاهات مستديمه حصلت لهم من احداث الاتحاديه، في ناس لحد دلوقتي ومنهم شباب ومنهم ناس كبار ومنهم ناس ما لهمش اي ذنب وسيدات. كان فين هو؟ كان فين هو لما راحوا يلموا الشمل عشان يعملوا جوازة بنته مع ابن المعزول محمد نعم. مرسي العياط طابة. وراحوا هيلتون طابة وتم، والفواتير دي موجودة على فكرة في الجهاز المركزي للمحاسبات، وتم كلوا وشربوا وهياصوا عشان يعملوا التعارف قبل ما يتم مشروع الجواز الميمون بين بنت هشام أنديل وابن المعزول بعشرات آلاف الدولارات هناك، وكلين شاربين كله على حساب الشعب وعلى حساب المصريين. كل دوت هو لا ينتمي إليهم، وبيجزم وبيقسم ان هو لم يرى من قبل محمد مرسي العياط، لم يرى على مدار حياته. ده لازم بجد لازم الناس تقرا الرساله دي حقيقي. بيحلف ان هو لم يرى مطلقا حتى خلال السنه اللي قضاها، وحضرتك قريت وعارف خيرت الشاطر. طب بالله عليكم بقى يعني عقل بقى يعني، وغير طبعا غير بقى يعني كلام وكذب. فعلا هم مش بس بيتحدثوا الكذب، هم بيتنفسوا الكذب، مفيش اي في صورة يتم تداولها. انا اذكر بيها المشاهدين اللي بيخشوا على الفيسبوك وبيشوفوا صورة الصينية الاكل اللي كانوا بيأكلوها مع بعض، وهو جالس ومحمد مرسي جالس. ارجوه يعني الناس تترجع عليها والاهل والعشير واخواننا على الفيسبوك يعني هيطلعوها وهتلاقيها. لا هو قال ما شافش مرسي بلا ولا ما شافش الشاطر، ما شافش هو مرسي طيلة حياة. لا مرسي ولا الشاطر؟ ما شافش الشاطر حتى أثناء الوزارة لم يراه مطلقا، ولا ما شافوش إلا يوم ما طلب منه تكليفه يوم الوليمة بالضبط. ما هو ما هو عايز أقول حاجة بس استخدام الآيات القرآنية، والحقيقة يعني معروف في السيكولوجي، معروف في علم النفس، إن الإنسان يعود السلوك بالقول. يعني أما أنا أكون شاعرة ضعيفة مش عارفة أكتب قصيدة كويسة، مش عارفة أسلك كشاعرة، فأقول أنا شاعرة كويسة. المرأة لما تكون مثلا أي حد مش فاضل قوي، هو لا يستطيع أن يسلك سلوك الفضلاء، ولكنه يقول أنا فاضل، أنا بعمل كذا، أنا كذا. السلوك الكلام فائض الكلام يعوض نقص السلوك والروح والآخرين. بس عشان الناس يعني نخرج بس من الالتباس، وانا متاكده ان الشعب الحمد لله يعني على بكره ابيه خلاص خرج من شرك ان اللي كل من قال الله وقال الرسول هو الاكثر تقا، غير حقيقي، ربما العكس او غالبا بيكون العكس. لان المسلم الحقيقي المتدين الحقيقي، ما بحبش اقول مسلم ومسيحي، الشخص القريب من السماء القريب من الله حسب ديانته، هو شخص تعرفين عنه تقاه من سلوكه، من خلال سلوكه، من تصرفاته، من معاملته للأطفال، معاملته للمرأة، معاملته لدولته، من كذبه ولا صدقه، من حسن شكله، من نظافة ثيابه، من كل هذه الأمور. على رأيك تقولي هذا إنسان تقي.
من غير ما يقول، من غير ما يقول قال الله ولا قال كذا ولا الانجيل بيقول كذا ولا ما بيقولش، لان هو مش محتاج يقول. هو ده هو بياخد الكلام اللي بيقراه في القران وفي الانجيل وفي كتابه ما ايا ما كان، ياخد هذا الكلام ويخرجه سلوكا، يخرجه روحا، يخرجه معامله للاخر. فانا بشوف الكلام بشكل غير مباشر. اما الشخص الفقير روحه فقيره وسلوكه فقير، يعود هذا الفقر السلوكي بايه؟ بانه يقول لك اقوال كذا يرهبك بيها، وقال الله كذا وقال الله كذا، لانه مش عارف يهضم هذا الكلام ويخرجه السلوك بس. فانا ارجو ان الناس ما تقعش تحت هذا، اسمه ارهاب القران، يرهبك ان انا لما اقول قال الله وقال الرسول يبقى انا ايه اكثر منك طوقه. مش صحيح، لان الكمبيوتر اللي قد كده، الفلاشه اللي قد كده، ها، واخده القران كله لكنها فلاشه مش انسان. فحفظ الكلام، حتى مرسي كان وصل الكرسي ازاي؟ انه اوهم الناس كذبا انه يحفظ القران وهو لا يحفظه. لا يحفظه، اولا اخطا في الايه الكريمه، انما يخشى الله من عباده العلماء، جعلها انما يخشى الله من عباده العلماء، وكان الله الذي يخشى، وهذا خطا فادح يغفر من الشرك في تقديري، لانه جعل الله يخشى عبدا له. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه كان بيطلع ورقه ويقرا منها، والاهم من ده كله انه يلحن ويخطئ في النحو بغزاره جدا. وحافظ القران لا يلحن ولا يخطئ في النحو. انا حافظ ثلاث اجزاء بس، ثلاث اجزاء مش من القران، مش كله، ولا اخطئ في اللغه، لان غصب عنك القران يهذب لغتك ويضبط النطق ويضبط النحو وكذا كذا، انه بيعلمك موسيقى الكلام. فمرسي حتى الميزه الوحيده اللي كانت يجذب علينا انها عنده، مش عنده، انه لا يحفظ القران. فاولئك كذبه يستخدمون القران فقط كارت يربحون بيه، لكن حتى القران مش حافظينه. زي ما دلوقتي هو بيمطعم كلامه ايات قرانيه كثيره، عشان طبعا. اظن يعني عشان البسطاء المؤمنون يتعاطفون معاه، الابتزاز زي ما قلت، اسمه ابتزاز وارهاب بكلام الله يعني. عايزه اكمل على كلامك على موضوع قراءه القران. كان الامين العام السابق دكتور بطرس غالي كان دايما يقوله، حتى ده هو كاتبه في مذكراته الشخصيه، بيقول خاصه ما كان في الفترات اللي كان بيعمل فيها خارج مصر، ما كانش يعني بيستخدم اللغه العربيه كثيرا، فكان دايما قبل النوم، وده مسجل في مذكراته، انه لابد ان يكون معاه المصحف عشان يقرا القران، لان قراءه القران كانت بترجع قوه اللغه العربيه اللي هو بيعتز بيها. ده مسجل في مذكرات دكتور بطرس غالي. طبعا فيعني ما حدش، والكل يعلم من هو دكتور بطرس غالي، قامته في يعني قامته العلميه وقامته السياسيه. يعني الواحد الحقيقه هم ما خلوش حاجه، ما عملوهاش الحقيقه، ياخدوا اوسكار ما خلوش في الخطايا السبعه، عملوا خطايا السبعه ما خلوش يعني خراب تدمير. صحيح، ما فيش حاجه ما عملوهاش. واعتقد فعلا زي ما يعني ما حضراتكم قلتوا، ان النهارده خلاص الناس ما بقاش يخيل عليها الكلام دوت، ما بقاش يفرق معاها الكلام دوت. متوقع ايه سياده المستشار في الجلسه القادمه اللي هي المفروض هتبقى 1 فبراير؟ يعني توقعاتك لما سيحدث في الجلسه دي؟ انا اتوقع في هذه الجلسه ان شاء الله هيحضر كل المتهمين، ومن ليس له محام المحكمة ستكون قد ندبت له محام وفقا لأحكام القانون، وستمضي المحكمة في نظر الدعوة. القضية زي ما احنا عارفين انها تأجلت المرة اللي فاتت للاطلاع ولتوكيل محامي من المتهم محمد مرسي. الاطلاع المفروض اخد وقت طويل طبعا. يعني 3 شهور اهوت وشهر اضافي كمان، يبقى اذا المحكمة كده لازم زي ما بنقول تدخل في اجراءات المحاكمة. اجراءات المحاكمة بتكون بسماع الشهود اول كأول إجراء، بتستمع إلى الطلبات بتاعت المحامين فيما يتعلق بطلبات تذليلية، يعني يذللوا بعض الأمور، تصريح استخراج محاضر أو خلافه من هذا الشأن. لكن بتكون المحكمة كلفت النيابة في قرارها اللي صدر النهاردة أو صدر في الجلسة السابقة، كلفت النيابة بإعلان كل شهود الإثبات اللي موجودين في قائمة الشهود، هتبتدي تسمعهم
وتسألهم، وإذا كان في حد من المتهمين عايز شهود برضه هتاخد اسمائهم اللي هم اسمهم شهود النفي، وتكلف النيابة باختارهم او تكلف المتهمين المحامين الحاضرين على المتهمين بجلبهم واحضارهم بالجلسة التالية. يعني المحكمة هتدخل وتشتغل وفقا لاحكام القانون، ومفيش حاجة هتعطلها في هذا الامر. بعد ما تنهي مسألة سماع الشهود وتقديم المستندات اذا كانت هناك مستندات، هستفتح باب المرافعة لكل المتهمين ان هم يترافعوا. الاول هتسمع طلبات المدعين بالحق المدني وتسمع مرافعاتهم. طبعا اول حاجة بتسمع النيابة، وبعد مرافعة النيابة مدعين بالحق المدني، ثم المتهمين يتحدثوا عن طريق محاميهم بالمرافعات اللي هم عايزينها، وتكون هي الختام. اذا كان هناك تعقيب هيحصل من النيابة او تعقيب من المدعين بالحق المدني، يرجع تاني يسمع المتهم، لان المتهم اخر من يتحدث، ثم تحدث الدعوة الحكم. هذا الامر قد يستغرق يعني طبعا اكيد يعني هياخد وقت طويل، مجموعة من الجلسات اعتقد انها لن تزيد في تقديري عن 5 جلسات. وده لسه كمان دي اول يعني اول المحاكمات، ده لسه في بلاوي سودة، ولسه صحيح. محاكمات التخابر والتعامل مع جهات ارهابية، يعني ربنا بقى يصبرنا بصراحة. الحقيقة انا فقرتي خلصت، انا بشكرك الكاتبة والشاعرة الجميلة فاطمة نعود، بشكرك على وجودك معايا، بشكرك سيادة المستشار طارق جديدة على وجودك معايا النهاردة، ودايما كده يعني تكونوا موجودين معانا، بس كمان في احداث تكون يعني ما فيهاش اي مشاكل يا رب ان شاء الله. اللي جاي افضل بكثير ان شاء الله، وهننزل كلنا للدستور، هننزل كلنا للدستور وهنقول نعم للدستور. اللي عايز يقول زي اللي احنا قلناه، نعم نعم نعم، الناس كلها هتقول نعم ان شاء الله. احنا محرضين يعني لا اشعر شخصيا هقول نعم، لكن لا اجبر احد. احنا مصريين بنحب بلدنا لان ما عندناش اغلى منها. بشكركم، كنت معاكم النهارده في التغطيه ويوم الحساب في تاني جلسات المعزول محمد مرسي العياط. بشكركم واشوفكم بكره ان شاء الله. كنت معاكم سحر عبد الرحمن، بشكركم.